مدينة نوح مكان الغارة الأولى بطيران من الروح التي استهدفت الحي الأوسط. حسبنا الله ونعم الوكيل. أسفرت عن تضرر الحارة بالكامل نتيجة رمي براميل ضخمة جدا لأول مرة تضرب في مدينة نوح. حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر هذه الحفرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه إحدى المنازل المتضررة. حسبنا الله ونعم الوكيل.